مش هتنامي يا يوسف؟ مش جاي لي نوم. معلش يا حبيبي، الدور اللي انت عملته ده برضه مش سهل، واكيد هتاخد شويه وقت لغايه ما تخرج منه. تفتكري؟ طبعا كل الممثلين العباقره اللي زيك حصل لهم كده بالظبط. لما اكون مخنوق او متضايق بحب اتفرج على الافلام اللي عملتها، بتبسط قوي وبحب اكون لوحدي. السلام عليكم. السلام وبركاته. ايدك معانا يا بيه، نوبك ثواب، اكرام الميت دفن. ترى لي حاجة يا عم الشيخ؟ ولا تجري علي حاجة؟ شيل ايه؟
قعدت مع الصفارة. ايه يا نجم؟ مش عايز ترد ولا ايه؟ ما كانش العشاء يا فنان. طب اعمل حساب للعشرة. ده انا برضو عزم حبيبك. ايه؟ مش عايز ترد؟ ماشي. على العموم انا عملت اللي عليا. ما تزعلش من اللي هيحصل بعد كده. سلام يا فنان. الخائف سواد الخوف ساكن جوا روحك، شررك عدوك بنيت يدك وهددك يده، عملك العفير محبوس جهد وتخرج. لو رأيت السلامة اسم شرر جواك. Yeah, it's too much.